صدر عن حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 27 لسنه 2023 بتعيين وكيل مساعد في وزاره المواصلات والاتصالات وذلك بناء على عرض وزير المواصلات والاتصالات وبعد موافقه مجلس الوزراء جاء فيه الماده الاولى يعين السيد حسين علي عجوب وكيلا مساعدا للنقل البري بوزاره المواصلات والاتصالات